بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقدم برنامج المسابقة فقرة الأسئلة، وهي فقرة رقم 2. في هذه الفقرة سنبتكر الأسئلة، بمعنى موجود في إطار نموذج عندنا أن الأسئلة ما تتعدى هي 20 سؤال، ما تتعدى مرجعها سورة الفاتحة والأربع سور اللي هي الكافرون وقل هو الله أحد، الإخلاص، يعني قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. واضح؟ طبعا ما يدخل معانا أسماء، يعني الكافرون الإخلاص ما يدخل، إنما الفاتحة يدخل حتى لزي، هذا الإطار اللي موجود. طبعا بث مباشر، يعني حتى السؤال ما هو مكتوب، يعني أنا أثناء البث أقول السؤال، لذلك إحنا نسجل السؤال. طبعا أبدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بداية المسابقة نبدأ بطرح سؤالين على سورة الفاتحة كنموذج. وبما أنه كل يوم سؤالين من يوم 15 رمضان 16 17 18 19 و20، 6 أيام سؤالين، ونعطي سؤالين إضافيين في فهرس القرآن اللي هي الأرقام السور، رقم كل سورة 114 سورة، الفاتحة سورة رقم 1. وطبعا في الصفحات السور نحن لنا الأسماء فقط، مثلا لو سألنا سؤال أول آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم زارت كم سورة؟ فهنا ننتبه، يعني لو قالت زارت 113 احتمال صح، لو قلت مثلا 112 احتمال صح، في جواب صحيح. طبعا نحن في عندنا ترقيم مهم جدا ده نحفظ، يعني السؤال والجواب، السؤال كوش كيو دي نحفظه، والجواب يعني انسر ايه، فنحفظ كيو ايه، بعدين كي جاك. طبعا في اليوتيوب وكذا حنكتب هذه الاشياء في صفحه، يعني اللي هي كل الاشياء اللي بقولها تنكتب في صفحه واحده، وبعدين صوت، يعني الاختصارات والأشياء. بس أنا خليني أكمل الترقيم. فإذا قلنا جاك لسه على الرقم 11 خانة، فعندي جاك هذه 3 خانات، بعدين 0، هذه 5، بعدين إكس آي 5 5، هذه دائما موجودة ما تتغير، بعدين 0، يعني عندي 0 اللي من اليمين اكس اي واللي من يسار اكس اي. طبعا ال 5 5 ما تتغير، فلو في رقمين معناته 4 ارقام 5 5 ورقمين، يعني في 4 ارقام
والفايف فايف ما تتغير. وعندنا هناك في ثلاثة يعني كأنه عندنا خمسة، وبعدين عندنا أربعة والإكس آي. فلو اعتبرنا الإكس آي على أساس واحدة خانة تصير خمسة وخمسة، لأن الأشياء الثابتة الحروف هذه ما نتعد دماغنا فيها، ننتبه للأرقام. في يمين الإكس آي أربع أرقام، ممكن كل العشرين سؤال هذه في خمسة وخمسين، فتنتبه لأنه ممكن يجي سؤال بالغلط يعني جاوب إكس آي 54 كذا كذا كذا، تقول ما السؤال ما انسأل. هذه نقطة مهمة يعني يجيك. طبعا نحن ممكن نختار الأسئلة الإضافية بأرقام مو 55، واضح؟ يعني أي رقم مثلا فتنتبه، مثلا لو قلنا 25 غيرنا 2 هذا قصدي، أو 52، فهذا على المتسابقين أنهم انتبهوا، لأنه لو في غلط برقم السؤال يبقى الجواب غلط، لأنه نحن عندنا الكي. الكي هي ورقة يعني زي الكمبيوتر، ده جوابه كده ده جوابه كده، لأن الأسئلة يا نعم يا لا يا اختيارات بس، يعني يا تعطى أربع اختيارات تختار واحد صح بدلالة الكلمة يعني. طيب نجي الآن على الليلة نبقى نبدأ في سورة الفاتحة. إذا نقول السؤال رقم، حقول رقم السؤال، رقم السؤال فقلنا الحروف مش مهم اللي هي دائما ثابتة، كاك كاك دي دائما موجود لازم، وإكس آي موجود. رقم السؤال صفرين صفر، صفرين على الشمال صفر اثنين على اليمين، قصدنا شمال الإكس آي. أو 502 معناته خمسة خمسة، أوكي 5502 رقم السؤال، واضح؟ لو كان في رقم قبلها كان يصير مو 5000 مثلا، لو في 2 يصير 25000، أو شوف أنت إيش يصير. رقم نقول 5000، أوكي واثنين، 5502 معناته هذا كله على يمين الإكس آي، هذا ننتبه. إذا السؤال رقم 5502 عن اسم الصورة الفاتح، وأيضا السؤال 5504 عن اسم الصورة. كم حرف في الفاتحة أو الحروف التي تكررت في الفاتحة هي حرفين، نعم أم لا؟ الحروف اللي تكررت في الفاتحة هي حرفين، نعم أم لا؟ الحروف التي لم تتكرر في الفاتحة هي خمسة، نعم أم لا؟ انتهى السؤال. يعني
اثنين تجاوب عليها تعتبر سؤال رقم 5502. أما 5504 بعد ما مثلا 5 دقائق أو 3 دقائق نشوف إذا في شاتنج أسئلة على اليوتيوب على كذا عشان نعرف عشان نحضر السؤال اللي بعد. يعني نشوف إجابات مثلا محاولات نعم لا نعم لا كذا. إذا اختلفت عن بعضها يصير نحضر السؤال. الطريقة دي كويسة. لأن احنا نبغى الناس يكونوا كيف نعرف إنه السؤال فيه لخبطة؟ واحد يقول نعم، واحد يقول لا. فندي فترة وهذا تسجيل. يعني حيبث وبعدين ناخذ فترة يعني ممكن نديكم نص ساعة. ليش لا؟ خلي تستمر نص ساعة. نأتي السؤال الآن مضى 10 دقائق أو 12 دقيقة نستني 5 دقائق أو أكثر. السؤال الثاني حيكون سريع يعني عشان المقدمة. شكرا.